فرنسا عادت لتشعل الموقف مرة أخرى ضد روسيا، وذلك من خلال إرسال صواريخ ليست بالعادية أبدا. من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا للغاية على المستوى العسكري ضد القوات الروسية في داخل أوكرانيا، وهذا كله تم وجاء الإعلان عنه عبر قمة الناتو التي بدأت اليوم في ليتوانيا، وعلى لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه، هو الذي أعلن بأن فرنسا ستدخل هذه الصواريخ التي ترونها، ألا وهي سكالب إي جي، صواريخ كروز موجهة يصل مداها إلى 250 كيلومترا. وإذا ما اقتربنا من الاسم الموجود على هذا الصاروخ ستلاحظ بأن سكالب إي جي موجودة، وكذلك ستورم شادو. وطبعا هذه ستورم شادو سمعنا عنها كثيرا، والأوكرانيين يستخدمونها حتى هذه اللحظة. البريطانيين أرسلوا هذا النوع من صواريخ الكروز للأوكرانيين ويستخدمونها بفاعلية عالية ضد القوات الروسية بشكل يومي تقريبا. وبالتالي ستورم شادو وسكالب إي جي هي نفس الصواريخ تماما، لا فرق أبدا لا على مستوى المديات ولا على مستوى الاستخدام، ولكن هذه تصنع في بريطانيا وهذه تصنع في فرنسا. الفرق بأننا نتحدث هنا عن أن أوكرانيا ستتحصل على المزيد من الصواريخ، وبأن بدلا من أن بريطانيا ولوحدها ترسل هذه الصواريخ، نحن أمام بلدين اثنين طبعا يقومان بإرسال هذه الصواريخ الآن لأوكرانيا. وطبعا سترسل فرنسا بحسب وكالة رويترز كدفعة أولى من هذه الصواريخ 50 صاروخا كما تلاحظون، وهذا الأمر أزعج الروس كثيرا، الروس انزعجوا تماما. والكرملين قال الآتي، قال قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى خاطئ وستكون له عواقب على أوكرانيا وسنتخذ إجراءات مضادة. وطبعا الانزعاج الروسي هنا يأتي بسبب أن أوكرانيا بدأت تتمتع بإمكانيات صاروخية عالية للغاية، بالإضافة إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة فقط مما رأيناه من إعلان أمريكي، واضح بأنهم قاموا بالموافقة بل قاموا بإرسال القنابل العنقودية للأوكرانيين لكي يستخدمونها ضد القوات الروسية. بالتالي هنالك قدرات صاروخية بدأت ترتفع لدى أوكرانيا وستشكل تحديا بكل تأكيد للقوات الروسية في هذه المعركة الكبيرة. وطبعا الأمور لم تتوقف مع فرنسا إلى هذا الحد لا أبدا، بل إن وزير الدفاع الأوكراني ظهر اليوم بهذا الشكل ضمن قمة الناتو طبعا، وقال بأن فرنسا ستوقع مع أوكرانيا مذكرة تفاهم تكون مبنية على أساس تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرة F-16، وهذا مؤشر آخر وجديد بأن هذه الطائرات ستجد طريقها لأوكرانيا لكي يستخدمها الأوكرانيين أيضا ضد الروس. وطبعا الألمان دخلوا على الخط أيضا اليوم بإعلان مهم بحسب دير شبيغل، التي أكدت بأن ألمانيا أعلنت عن حزمة عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو كما تلاحظون، فيها العديد من الأسلحة المهمة للغاية، بل من ضمن هذه الحزمة صدق أو لا تصدق منظومتين من منظومات الباتريوت الأمريكية سترسلها ألمانيا إلى داخل أوكرانيا لتحصن الأجواء الأوكرانية. وبالتالي أوكرانيا شيئا فجيئا على المستوى الدفاعي الجوي تتطور تتقدم وتتحدى أي هجمات روسية ممكن أن تكون قادمة على المدن الرئيسية الأوكرانية. أيضا نوروي النرويج أيضا أعلنت بشكل واضح كما ثبتت بهذا الشكل، وتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي من الصحف النرويجية، بأنها رفعت عملية الدعم الخاصة بها لأوكرانيا لتصل إلى 960 مليون دولار خلال عام 2023 بالتزام لمدة 5 أعوام طبعا بالنسبة للنرويج مع أوكرانيا. بالتالي التزام من الناتو على العديد والعديد من المستويات سمعناه اليوم وسنسمع أكثر يوم غد. وما هو خطر في هذه القمة أساسا على روسيا وعلى مصير هذه المعركة؟ هو سعي هذه القمة وسعي أعضاء الناتو إلى مسألة إدخال وضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، هنالك سعي كبير بهذا الاتجاه. هذا السعي أساسا قد كان ظهر قبل ظهور كل قادة الناتو اليوم بهذا الشكل في ليتوانيا. الأمر كله بدأ يوم أمس من بيان صدر من حلف الناتو بهذا الشكل، وتحدث عن نفس المسألة وعن نفس الأمر الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، الذي قال بأننا سنقوم بعملية دعم أوكرانيا لكي تدخل وتصبح عضوا
في حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا لإلغاء مسألة العضوية أو شروط العضوية أساسا على في حلف الناتو الموجودة لأي دولة تريد الانضمام لحلف الناتو، يريدون إلغاء طبعا شروط العضوية أو غيرها، وبالتالي على هذا الأساس يقصرون الطريق أكثر ويسهلون الطريق أكثر على أوكرانيا لكي تصبح جزءا من حلف الناتو. بل إن الأمر لم يتوقف أيضا عند هذا الحد، بل إن تركيا كانت حاضرة بقوة طبعا. ولكن قبل أن نذهب إلى تركيا، أن أيضا هدف الناتو هو عملية تحويل السلاح لدى الأوكرانيين من السلاح السوفيتي إلى أن تتمكن وأن يصبح طبيعة الأسلحة الموجودة في أوكرانيا إلى أسلحة أوروبا، والأسلحة التي طبعا تتطابق مع المتطلبات الخاصة بحلف الناتو. بالتالي هم يريدون تحويل أوكرانيا تماما لتصبح من ضمن الأمور أو من ضمن وكأنها دولة من دول حلف الناتو. هذه أيضا خطة هم يريدون تحقيقها من خلال قمة الناتو. وكما تحدثنا طبعا، تركيا دخلت بقوة كبيرة للغاية هذه المرة بعدما كانت محايدة بين روسيا وبين أوكرانيا. الآن الأمور انقلبت طبعا بالنسبة لتركيا، وأصبحت تميل لأوكرانيا ولحلف الناتو بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر بهذا الشكل طبعا، وأعلن موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو بعد حصوله على العديد من الضمانات حول التحفظات التي طبعا كانت تمتلكها تركيا حول انضمام السويد لحلف الناتو. وعلى هذا الأساس، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حلف الناتو توسع بشكل كبير. فكما نعلم، فنلندا أصبحت من ضمن حلف الناتو، والسويد الآن أصبحت من ضمن حلف الناتو، وهذا يجعل حلف الناتو الآن خطيرا للغاية. توسع بشكل أكبر، الجبهة أصبحت ليست بالعادية، وأصبحت حتى المياه هنا كما تلاحظون هي من ضمن سيطرة الناتو ونفوذ الناتو بشكل كبير. وتوسعت الجبهة بشكل أكبر على روسيا من قبل حلف الناتو. وطبعا يجب أن لا ننسى بأن أيضا تركيا هي من ضمن حلف الناتو، وقامت بعدد من الإعلانات بالإضافة إلى مسألة طبعا قبولها في مسألة السويد وانضمام السويد إلى حلف الناتو. فواحدة من أهم المسائل التي جاءت هي مسألة إعلانها بناء مصنع بالتعاون مع أوكرانيا لصناعة طائرات البيرقدار التركية في الداخل الأوكراني. طبعا ستتسهل الأمور وستصبح الأمور أسهل بالنسبة لتركيا لكي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. البيت الأبيض يدعم هذه المسألة. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعلن بأنهم يدعمون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك إلى الحصول على طائرات F-16 ورفع عدد من العقوبات. بالتالي الأمور تغيرت، وأصبحت تركيا فجأة دولة غير صديقة بالنسبة لروسيا. المشكلة هنا طبعا بالنسبة لبوتين هي أن أوكرانيا تصبح جزءا من حلف الناتو. أساس وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي أن بوتين كان يريد ضمانات بأن لا تكون أوكرانيا وأن لا يتم السماح لأوكرانيا بأن تصبح جزءا من حلف الناتو. الآن وخلال هذه المعركة هنالك بالعكس توجه لجعل أوكرانيا من ضمن حلف الناتو. وبالتالي بالنسبة لروسيا هذه مشكلة حقيقية للغاية، وستعني استمرار المعركة بل تصعيد المعركة بشكل أكبر. يريد ضمانات عكسية في هذه المسألة. رغم كل الدعم ورغم كل التصريحات ورغم توسع الناتو بهذا الشكل ورغم كل الصواريخ التي طبعا إن كانت تدخل من بريطانيا، من فرنسا، من الولايات المتحدة الأمريكية والتقنيات العسكرية وغيرها لأوكرانيا، إلا أن الأرض مع روسيا حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها على عدد من المستويات. فعندما نأتي إلى هذه الخارطة من مناطق الصراع والمعارك التي تأتي هنا، طبعا كما نعلم هنا خيرسون بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا، المياه ووضعها قد تغير، بعض الخطوط الدفاعية تأثرت للروس، ليست هنالك العديد من النقاط أو العديد من حقيقة الخطوط الدفاعية كما هو الحال في زاباروجيا، ولكنهم يمتلكون نهر دنيبرو الذي ترونه هنا. وطبعا الأوكرانيين حتى وإن تمكنوا من عبور هذا النهر إلى عدد من النقاط طبعا في عدد من القرى مثل قرية داتشي بالقرب من جسر أنتونوفيسكي هنا بهذا الاتجاه، ولكنهم غير قادرين على أن يجعلوا الدبابات الأوكرانية على سبيل المثال أن تعبر أو غيرها، لأن القوات الروسية أولا تضرب المناطق بشكل كبير والجسور وغيرها والقدرات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك نحن
نتحدث عن نهر دنيبرو. من الصعب عبور مثل هذه المعدات الثقيلة في هذه المنطقة لمواجهة القوات الروسية، وبالتالي من الصعب إيجاد الأوكرانيين أن ينجحوا باتجاه خيرسون باتجاه المنطقة التي نتحدث عنها، ألا وهي شبه جزيرة القرم. وأيضا على مستوى زاباروجيا، لاحظ الخطوط الدفاعية القوية، حتى هذه اللحظة القوات الأوكرانية لم تصل إلى هذه الخطوط الدفاعية، رغم أن الأوكرانيين تقدموا في عدد من الجبهات هنا وهناك، لأن هذه الخطوط الدفاعية معقدة للغاية على مستوى الأرض عندما تأتي المسألة أو تتجه إلى الدبابات إلى المدرعات أو غيرها، فهي ستواجه معرقلات كبيرة للغاية، وأن أغلب التحشيدات الروسية هي تأتي هنا في زاباروجيا، وبالتالي المهمة ليست بالسهلة أبدا بالنسبة للأوكرانيين. حتى أن القوات الأوكرانية وتحقيقها للنجاح على مستوى باخموت، هنا لنؤشر لكم باخموت هنا هنالك تقدم في شمال باخموت في جنوب باخموت بالنسبة للقوات الأوكرانية، ولكن القوات الروسية الآن حركت واحدة من أهم أوراقها على الإطلاق، ألا وهي القوات الشيشانية، بل إنها الأنباء اليوم تتحدث الأوساط الروسية والأوساط الأوكرانية بأن هنالك هجوما مضادا من قوات أحمد الشيشانية في باخموت من أجل حمايتها، وبالتالي هذه الورقة ليست ورقة عادية ويجب عدم الاستهانة بها. وأيضا أن القوات الروسية تهاجم من لوغانسك على خاركيف، وهذا الهجوم وجد نجاحا جيدا حتى هذه اللحظة، وبدأت القوات الروسية تتقدم في تلك المنطقة. طبعا إذا ما ذهبنا إلى خارطة الديب ستيت لكي نلقي نظرة على طبيعة هذا التقدم الذي أيضا وثقه معهد دراسات الحرب، ستجد هنا مدينة باخموت إلى شمالها في هذه المنطقة في كرامينا. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة طبعا سنلاحظ بأن هنالك تغيرا إلى شمال دبروفا. إذا ما اقتربنا من دبروفا هنا ستلاحظ بأنك في الثامن من يوليو، إذا ما تقدمنا من الثامن من يوليو إلى التاسع من يوليو ستلاحظ بأن هنالك تغيرا. لاحظ القفزة التي حدثت هنا بالنسبة للقوات الروسية كيف أنها تقدمت في هذه المنطقة طبعا، وهذا يعني بأنها أخذت مساحة لا بأس بها، وهذا يعني بالنسبة للقوات الروسية هي تهاجم وتهاجم بشكل كبير، والهجوم من هذه المنطقة وهذه مسألة مهمة، فهي تحاول بشكل واضح أن تتقدم القوات الروسية. ولنأخذ اللون الأحمر لكي يعبر طبعا عن القوات الروسية بشكل واضح، كما نلاحظ هنا أنهم يحاولون الوصول إلى منطقة يامبل، والوصول إلى يامبل ببساطة سيقطع طريقا مهما للغاية، وسيكون الهدف منه قطع الطريق الذي يمتد من سلوفيانسك إلى سيفريسك، والذي يغذي القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة التي ترونها. بالتالي القوات الروسية إن ما وصلت إلى يامبل إلى الغابات وعبرت النهر الموجود هناك، فإنها ستقطع هذا الطريق تماما على القوات الأوكرانية، وسيفتح النار على سيفريسك طبعا، والذي سيجعل القوات الأوكرانية أن تفكر بالانسحاب إلى سيفريسك لحمايتها، لأن القوات الروسية طبعا ستهدف أيضا من عملية إيجاد طريق للتقدم بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه لكي تخنق هذه المنطقة بأكملها وتسيطر عليها. وحتى أن هنالك تقدما مهما يأتي للقوات الروسية باتجاه تورسكا، هذا تقدم جديد أساسا. لا زالت طبعا القوات الأوكرانية من المفترض أن تكون متواجدة هنا، ولكن هنالك تقدم بهذا الاتجاه للقوات الروسية، وسنلقي نظرة على طبيعة القصف الذي يجري هناك. ولكن الروس هنا يحاولون الوصول إلى تورسكا للوصول إلى ليمن ولتهديد سلوفيانسك مرة أخرى، بالتالي هذه جبهة ليست بالعادية أبدا. وبالنسبة إلى تورسكا، إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة فإن هنالك لقطات لعمليات قصف تأتي إلى شمال تورسكا في هذه المنطقة، في منطقة الغابات بالقرب من هذه البحيرة التي ترونها، ظهر القصف يأتي من الجانب الأوكراني على الجانب الروسي، مما يوضح أن الروس متواجدين في هذه المنطقة. لنلقي نظرة على الشاشة الكبيرة على هذه أو على هذا القصف الذي تقوم به القوات الأوكرانية على القوات الروسية عند دخولها إلى هذه المنطقة. وإذا ما ألقينا نظرة الآن على طبيعة هذا القصف ستلاحظ أن القصف ليس بالعادي، قصف كبير للغاية ومكثف طبعا على هذه الغابات، وهو يؤكد لك أن القوات الروسية قد دخلت إلى تورسكا. المسألة قد تكون مسألة وقت حتى تتحول هذه المنطقة إلى منطقة رمادية بكل تأكيد. وإذا ما أردنا أن نتأكد من هذه المنطقة، هل هي فعلا تورسكا أم إنها منطقة أخرى، سنأخذ صورة أو إحدى اللقطات القادمة طبعا
من هذا المقطع الذي شاهدناه، وسنلاحظ طبعا من اللقطة التي سنلاحظها هنا من هذا التصوير هنالك عدد من العلامات المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. واحدة منها هذه التضاريس التي تأتي بهذا الشكل المميز وهي تساعد كثيرا طبعا، وهنا أعشاب كما نلاحظ أو زراعة بهذا الشكل المستقيم، وهنالك مبنى مميز إلى اليسار هو الذي يجب أن نعتمد عليه وأن نجده في تورسكا تحديدا، وتأتي هنا غابات كما نلاحظ غابات مكثفة في هذه المنطقة، وطبعا هنا القصف واضح في هذه المنطقة، وهنا تقريبا منطقة فارغة طبعا بهذا الاتجاه. بالتالي نحن أمام عدد من العلامات البسيطة التي يجب أن نعتمد عليها في القمر الصناعي. الآن بمجرد الهبوط بالقمر الصناعي هنا سنلاحظ نحن أمام نفس المنطقة التي كنا نلقي نظرة عليها قبل قليل، فهذه هي ليمان كما ترون، وهذه هي تورسكا كما تلاحظون طبعا، وهذه هي كرامنا المدينة المهمة التي تقوم القوات الروسية بالهجوم عن طريقها إلى هذه المنطقة. بالتالي بالاقتراب طبعا من منطقة تورسكا، المنطقة صغيرة، هي قرية صغيرة في حقيقة الأمر، سنلاحظ إلى شمالها بالقرب من هذه البحيرات التي تحدثنا عنها إلى اليسار بأن هنالك نوع من الغابات، من الأعشاب، من الأشجار، سمها ما شئت، ولكن نحن أمام هذا المبنى المميز مع هذه الأشجار المكثفة، وهذه أشجار مكثفة، وبالتالي نحن بحاجة إلى جعل هذا المبنى إلى الشمال، إلى يدنا الشمال طبعا، وبالتالي بالالتفاف على مسافة 180 درجة سنجد بأننا أمام نفس العلامات طبعا. ستلاحظ هذا المبنى، التضاريس التي تحدثنا عنها، وطبعا ستلاحظ بأنك أمام نفس هذه العلامات، وهذه هي الغابات، وهذا يعني أن القصف كان حاضرا بقوة على هذه المناطق التي نراها وعلى هذه الغابات، وهذا ببساطة يعني أن القوات الروسية فعلا قد وصلت إلى هذه الغابات وتحاول السيطرة عليها ومن ثم تأمين هذه المنطقة، لكن الأوكرانيين يرصدونها بالقصف، وبالتالي نستطيع القول ببساطة بأن هذه المنطقة تحولت إلى منطقة رمادية. وطبعا الأمر لا يتوقف إلى هذا الحد، إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة الآن التي تأتي بين لوغانسك وبين خاركيف، القوات الروسية تقوم بهجوم بحسب معهد دراسات الحرب ليس بالعادي طبعا. هذه المنطقة التي ترونها هنا هي زفاتوفا التي تتواجد فيها طبعا القوات الروسية، ودعونا نأخذ اللون الأحمر مرة أخرى، وهنالك عدد من الأهداف التي تهدف إليها القوات الروسية من خلال الهجوم على هذه المنطقة. ليست هنالك سيطرة ولكن هنالك هجوم. ستلاحظ من هذه البحيرة هنالك مياه ونهر يطلق عليه زربست، يمتد إلى نهر أوسكال بهذا الاتجاه، وهذه المنطقة هي كلها تحت سيطرة القوات الأوكرانية. هذه هي طبعا منطقة كوبيانسك طبعا، هذه هي كوبيانسك، وهنالك قرية وهي ستلمخيفكا، وهنالك قرية أخرى ألا وهي نوفوسليفكا، وهنالك قرية أخرى رياشنا، وهذه هي القرى بالضبط التي تهاجمها القوات الروسية طبعا في هذه المنطقة. ودعونا هنا نأخذ اللون الأحمر، القوات الروسية تهاجم نوفوسليفكا وتهاجم أيضا ستلمخيفكا، وهي تحاول السيطرة تماما على هذا النهر كخطوة أولى من خلال هذا الهجوم لتخلق خطا دفاعيا بالنسبة لها. لاحظ هذه هي طبعا الحدود الإدارية إلى لوغانسك، لاحظ كيف أنهم بدأوا يؤمنون السيطرة على لوغانسك مرة أخرى، وبالتالي القوات الروسية ببساطة تحاول أيضا على ما يبدو الوصول إلى برياشنا، السيطرة عليها، ومن ثم الخطوة الثانية الوصول إلى هذا النهر، نهر أوسكال المهم للغاية، لكي تسيطر عليه وتخلق خطا دفاعيا في هذه المنطقة، بعد أيضا الضغط على كوبيانسك ومحاولة محاصرتها والسيطرة عليها. وبالتالي إن فكرت القوات الأوكرانية في المستقبل من القيام بأي هجوم بأي شكل من الأشكال من هذه المنطقة طبعا على لوغانسك، فإن هنالك نهر أوسكال سيقف كعائق حدودي طبيعي بالنسبة للوغانسك، ويستطيعون من حماية أنفسهم من أي ضغط ممكن أن يتعرضون له كقوات روسية. بالتالي القوات الروسية تقوم بالكثير من العمل في لوغانسك، عمل مربك قد يكون مفيدا على الأرض، ولكن السؤال ما الذي ممكن أن تحدثه من فارق القوات أو الصواريخ الفرنسية أو البريطانية أو حتى القنابل العنقودية أو حتى طائرات الـF-16 إن ما وجدت طريقها إلى أرض المعركة.